يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. لك أحرفي رتبتها ترتيبا، طوبى للشعر في مقامك قيلا. صلى عليك الشعر حين نصوغه، ويظل مهما قيل فيك قليلا. صلى عليك الله جل جلاله ما حي الحياة أرضا وما شهق بتسليم الفم. صلى عليك الله جل جلاله ما سبحت فوق السماء النجوم. صلى عليك الله جل جلاله يا عالم الهدى، وما ناحت على الأيك الحمائم، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسعيد برؤياكم، وعودا حميد والعود أحمد، لكي نجدد هذه اللقاءات معكم. وأنا ربما ما شفتكوش من العام اللي فات. I didn't see you since last year. It means يعني بقى لي يعني سنة كاملة. It's like one month or something. ولكن من السنة اللي فاتت، صح أو مش صح؟ يجوز أن نكون ذنا ذلك. إحنا كنا في 2023. واليوم إحنا إن شاء الله نقرب إيه؟ 2024 سبحان الله. I didn't see you since 2023. Maybe from November. But it means يعني it's different now. نعم، العام اختلف. صلى الله على رسول الله. ماذا علمتنا غزة؟ I'm going to talk Arabic إن شاء الله. I'm so sorry. I wish إن شاء الله if you stay and you have patience, I will try to give you some capsule إن شاء الله. To give you everything you want capsule. Don't worry إن شاء الله. Because I love your face and I love you as a person. You listen to me and you give me positive power, believe me. When I see you, mashallah, have sincerely, ikhlas kita, mashallah, and you listen to the halaqa and the play, it means Allah subhanahu wa ta'ala will bless, inshallah, our jalsa, inshallah, majlis, inshallah, ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-insan mimma fi hadhihi al-haya. Ayyuhal ikhwa, hatisma'uni wal amar ba'al al-abal. ما عايزين نركز عشان نقول الكلمتين اللي ربنا يفتح بينا عليهم وبعدين تتوكلوا على الله. الانسان يعرفون بدايتنا البلاغه بان البلاغه هي مراعاه منطقه الحياه. البلاغه ذا مينينج اوف بلاغه انها مراعاه منطقه الحياه. فكلما كان الانسان مراعي الواقع وكلامه يتصل بالواقع الذي تحياه امته او جاليته أو مسجده ومن فيه، فهذا رجل بليغ. لكن عندما تجري المتحدث الدنيا بتجري وفلسطين ما شاء الله بتعاني وغزة بتعين، وهو قاعد يكلمنا عن التجارة، وقاعد يكلمنا عن السلام والحب والولاء والأمة، ويسعى لي يكلمنا بهذا، ليس ببليغ. إذا هذا ينبغي أن نكبر عليه أربعة، لأنه ميت بلاغية وكذلك ميت واقعية، وربما يكون ساقط أخلاقية. لكن البلاغة هي مراعاة مقتضى الحال. ومهما تكلم المتكلمون، ومهما أبدع الفصحاء والبلاغيون، ومهما خطب الخطباء المفوهون، والله لن يوفوا أهل غزة وفلسطين حقهم. فالأمة الآن تتعلم منهم وهم صامتين ساكتين أكثر منهم وهم قائمين مهاجرين مجاهدين محتسبين. انتم معايا مش معايا؟ الأمة تتعلم من هؤلاء، وعلى كل منابر الأمة الآن في المساجد وفي القنوات أن تسخر منابرها لكي تعلم الأمة من جديد، ولكي تجدد الدماء التي تتدفق في عروقنا، لنستمد تلك الدماء من دماء هؤلاء المجاهدين المحتسبين. ولم لا؟ وهم شرف الأمة الآن، وهم الذين يدافعون ويذبون وينافحون عن عرض أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن. والله إني لأرى في أشخاصهم وفي أحوالهم من يذكرني بجيل الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا قل لي بالله عليك، لما كنا نسمع عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الذي ماتت أمه سمية أول شهيدة في الإسلام، وبينما كان أهل مكة يعذبونهم في
وحفيده وولده حمزة وإن الدحدوح الآن، ألا يمكن لنا أن نقول له الآن صبرا على الدحدوح فإن موعدكم الجنة؟ ثم نراه حينما نراه لم يتخلف، ونراه لا يمام مراه يبكي ثم يطرق منبر الإعلام والجزيرة التي يخدم لأجلها أو يبث الحقيقة، بل إننا نراه بعد كل ذلك لا يتوانى عن أن يقوم بواجبه وبدوره تجاه هذه القضية وتجاه هذه العقيدة التي يؤمن بها، وإذا به يقف ثابتا ليوزيع الحقيقة وينقل الحقيقة للأمة الآن التي فشلت حتى في الشجب والإنكار، الأمة التي سقطت أخلاقيا قبل سقطتها العقائدية والدينية. لا تكلموا عن الأمة أو الشعوب، إنما أظهرت لنا الأحداث الموجودة الآن، وهذا من الدروس، حقيقة أن الشعوب لا علاقة لها بحكامها، ولا علاقة لها بالمسؤولين، ولا علاقة لها بالقائمين أو الجالسين على الكرسي، إنما الشعوب يغنون في وادي وحكامهم ورؤساؤهم وأولي الأمر في واد آخر، لنعلم مع من نعيش، ومع من نسمع، ولمن نستمع، ومع من نكون بعد ذلك. هل نكون مع هؤلاء الذين تركوا إخوتنا، تركوا نساءنا، تركوا أطفالنا، تركوا من يشاور كاننا العقيدة والدين والجنس واللغة وكل شيء؟ هل نبايعهم؟ هل ننتخبهم؟ هل نكون معهم؟ والجواب لا. إن غزة علمتنا الكثير، ومما علمتنا غزة إياها أيها الإخوة أن الثبات الوحيد، وأن الشيء الذي نستمد منه ثباتنا وعوننا هو ربنا، وأن الحقيقة لا نطلبها والله في حياتنا إلا من كتاب ربنا ومن صحيح صادق سنة نبينا محمد. إذ أننا رأى في حياتنا، حينما رأينا وحينما دققت النظر وجدت أن كل ما في هذه الحياة متغير لا يثبت، everything changes. جست الله أن القرآن نزلنا استين، كل شيء يتغير إلا شيء واحد وجدته لا يتغير، هو الله سبحانه وتعالى، ثم كتابه القرآن الذي قال فيه منذ 1445 سنة قال ربنا جل وعلا كلاما أراه بأعيننا الآن، فأراه قال